الهوى بيلعب بك مثل الهوى بيلعب بك ياس دايرين نحن وهالناس بحلقة ملها أساس دايرين نحن وهالناس بحلقة ملها أساس دايرين ارني لا ارني عصوت الرصاص تركنا شبابكنا تركنا الدور شلحنا أعمرنا كشفنا صدور تركنا شبابكنا تركنا الدور شلحنا أعمرنا كشفنا الصدور كل اللي عم نعمله كل اللي عم نعمله عم ندور عم سلمى سلمى من هون سلمى من هون هلا انا هلا انا بالكراج اكيد فوتي 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 من هون فوتي من هون لا لا تكون الدخله مسكره لكن المهم بعد شوي تعي نفوت على هاي البنايه قوم قوم يا لطيف يا لطيف يا رب يا رب فوتي 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 زلي تحت الدرج يلا 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 بلا ما تشوف في طلقة طايشه لك يا سليم حاسي حالي بفيلم حربي ايه شو بده يكون اشتباك عند الكراج اكيد اكيد عند البنايه لك كان ضروري نمر من هالطريق لك قلت لك خلينا ناخذ السيرفيس من الساحه لا لا ما شفتي العجقه بالساحه من هون احسن من هون احسن بيجي السيرفيس فاضي تفضل خبي خبي شو بدنا نعمل اللي شو بدنا نعمل لك انا شو بيعرفني شو راح يصير انا بعرف انه بتصير اشتباك هلا سليم انت ما بتعمل شيء بيطلع مزبوط الحق علي انا اللي رديت عليك يا امي يا امي بس قل والله خبي خبي وطي راسك وطي راسك استغفر الله العظيم فوتي 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 وقال هي وقال هي منطقه امنه وتحت السيطره صايره السيطره الله وكيلك مثل سينما العرض المتواصل لا بتعرفي امتى ببلش الفيلم ولا امتى بيخلص ولا بتعرفي مين بيفوت ومين بيطلع سليم شو هي سينما العرض المتواصل يعني هي اللي بيكونوا حاطين أفيش فيلمين برا وجوا عم يعرضوا شروي غروي شي 10 أفلام لا إلهن علاقة ببعض ولا إلهن علاقة بالصور اللي برا والله ما فهمت عليك شلون يعني لك يا حبيبتي يا سلمى حدا فينه يفهم وطخ رصاص شغال فوق راسه على أساس عايشين بجنة عدن نحنا إيه ما قلنا 3 سنين على هالحالة يا سلمى لك اسكتي شوي اسكتي شوي لنسمع شو صاير برا ما بدي اسكت شو بك خايف يوم ضربنا طيران الميج وشتت الدنيا هاون وصواريخ ما شفتك عم ترجف هيك يلا اسكتي بلا علاك ما عم برجف ولا شي لا سليم عم ترجف عم برجف ايه بس انت اسكتي لك شوي يعني انت خايف ايه يا ستي خايف شو عيب الواحد يكون خايف انضربي واسكتي ما بقدر احكي انا وخايف انا ما بقدر اسكت وانا وخايفه بخاف موت على الساكت سليم لا اله الا الله تعي لعندي حبيبتي تعي لضمك تعي اكيد ما بتقدري حبيبتي عشتي كل حياتك وانتي تتبوجعي اكيد ما رح تعرفي تموتي وانتي ساكته طبعا سليم
انت مو رومانسي ابدا. ليش ليش يا سليم؟ انا ميت رعبة وانت عم تتغلص مثل عادتك. ليش حبيبتي؟ انا عم واسيكي. ترباية حارة الطنابر حبيبي والله. والطبع غلاب. سلمى هلكتيني بحارة الطنابر، كله سنتين اللي عشت فيها حرام عليكي. 6 سنين حبيبي. ايه مزبوط 6 سنين، بس كنت ولد صغير ومو واعي على شو عم بعمل. العلم في الصغر. لك يبعت لكم فالج إلهي. كالنقش في الحجر حبيبي. كالنقش حبيبتي كالنقش. وطي صوتك هلأ بيسمعوكي ومنروح فيها. شو هاد سليم؟ شو هاد؟ ولي يعني سليم يمكن لعم. دبابة لعم. لا إله إلا الله. وصل الضرب لهون. سليم خلينا ندق على البواب، بركي حدا بيفوتنا. اللي شو فرقت يعني جوا ولا برا؟ نفس الشيء. مشان الله يا سليم هلا بيوصلوا لهون وبيقصفوا. طيب تعالي معي تعالي معي. تخبي تخبي. وطي صوت. وطي راسك وطي راسك. لكي لكي هذا الباب مفتوح. لا سليم انت دفشته بقوة عم انفتح. ايه معناها مو مقفول وشكله ما في حدا. فوتي 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 يا 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 جماعة. لك فوتي يا اهل الخير. فوتي لك فوتي خلصيني. ما بيصير يا سليم ما بيصير. لك فوتي وخلصيني. سكري الباب وراكي يا جماعة يا اهل البيت. الظاهر اللي ساكنين هون طلعوا ونسوا يقفلوا الباب. خلينا جنب الباب هون، ما في داعي يفوت لجوا. أكيد هذا الاشتباك بالكراج. لك شو بدهم بالكراج؟ لك مو الكراج نفسه، بناية الاتصالات اللي ورا الكراج. الشباب مدايقتهم كتير خير الله. لك أنت شو عرفك؟ أنت يعني بتعرف كل شيء؟ شو بدهم يهاجموا؟ شو بدهم ياخدوا؟ ولا يعني تضرب بالمندل انت شي؟ لك لا بضرب بالمندل ولا شي، بس الشباب وخاصة الإعلاميين بيلعبوا على المكشوف. عين الله تحرسهم. من أسبوع وهنن عم يقولوا بدهم يهجموا على بناية الاتصالات. سليم شو شايفني ريالتي شاطة شي؟ معقول يعني يحكوا هالحكي؟ لك قلنا لك اللعب على المكشوف، يعني بتفوتي على الفيسبوك بيقولوا لك شو بدهم يهاجموا، شو بدهم يعملوا، وين بدهم يتحركوا، شو بده يصير، وشو عم يفكروا. لا ومشان الشفافية كمان بيشرحوا لك عن التسليح والدعم والتمويل. والله عن جد عم تحكي سليم؟ عم تحكي جد ولا عم تضحك على عقلاتي؟ لك طبعا عم امزح. معقول يعني مجنون يحكي وعقل يسمع؟ لك يا حبيبتي بس لأني بعرف المنطقة منيح، قدرت إنه المقصود بناية الاتصالات. شو بدهم بالكراج؟ مزبوط ولا لا؟ شو بيعرفني أنا؟ كأنه الدبابة مرقت وراحت. لا ما على هالقصة. شلون بدنا نوصل للبيت اليوم؟ بناخد سيرفيس. بس ما تطلع هالشقة لحدا من الشباب اللي عم يقوسوا. بيكون محل مهرب أو وصو. وحياة الله أنت فايقة ورايقة. ما قلت لك ميت خوف لأني أنا مو خايف. ايه طبعا عن تر زمانك أنت. طبعا ليش عم ترجف؟ برد سلومتي برد 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 سلومتي برد بعز الصيف سلومتي. لك ما هنن عم يسلجوا صدورنا بأخبار التطهير والقضاء على الإرهابيين تبعهم. قلتك بيكونوا انقلعوه. بس بس شو هاد؟ شو هاد؟ اسكتي سلمى. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالصوت؟ عم بينادي علي سليم. عم بينادي علي الصوت. قولي سلاما قولا من رب الرحيم. ليكون بسم الله ليكون ليكون جني سليم جني. مين؟ أخي لا تتلفت الله يخليك لا تطلع. بس
سلمى. بس مين انت؟ وين انت؟ انا عرفت اسمك من حكيكم، صار لي ساعة متسمع عليكم. لا تخافوا، راحوا والله راحوا. وين؟ يا أختي. ومين؟ أنت وين؟ ومين؟ مين أنت؟ لك أنا صاحبة البيت، شو نسيتوا أنكم فايتين على بيتي؟ آسفين أختي. لا تواخذينا مشان الله. آسفين بس مثل ما أنك شايفة والله مضطرين، بس أنت وين يعني؟ منين عم تحكي؟ أنا لما بلش الضرب كنت عم أتحمم، طلعت مثل ما أنا حتى بدون ما أتنشف. لا تتلفت يا أخي، الله يرضى عليك، ماني لابسة. سليم طلع برا. أختي ما في داعي تطلعوا هلأ، هن راحوا. أنا شايفتهم من الطاقة بس بضل في خوف. اختي فوتوا على غرفة القعدة جوا على ايدكم اليمين هون. ايه اخي سليم بيبقى جوا، وانتي سلمى الله يرضى عليكي ناولين تيابي هنن على الكرسي عندك عباب الحمام. طيب انتي وين؟ انا هون بسقيفة فوقكم يا اخي، لا تتلفى. امرك اختي، امرك اختي. ليش انا بسترجي التفت؟ بس بيني وبينكم انتو لذيذين كتير، خاصة انتو عم تتخانقوا. يحرق حديشكم ان شاء الله. بس نحنا منخبص كتير لما منكون عم نتخانق، وايام منقول كلام ما منقصده. اختي انتي سمعتي كله للكلام؟ لك لا تخاف، سرك ببير. لا تواخذينا يا اختي، انا بعرف حالي مسحوب من لساني، الله لا يعطيني العافية. لا تخاف، ولو سمحت فوت على غرفة القعدة جوا واتركني مع الست سلمى، ومشان تطمن على الآخر لك الله يلعن روحه إلهي. آمين. كيف الهوى بيلعب بك ياس، مثل الهوى بيلعب بك ياس. كنتم مع عيلة بنص الشارع، ميس كاف نوار بلبل، تأليف وإخراج صبحي حليمة، كلمات الشرف فارس الذهبي، ألحان وتوزيع موسيقي خالد قطرميز، غناء الشارة روان، منتج فني حسني سلامة، إنتاج راديو أورينت 2014. جميع الحقوق محفوظة. إرني لا إرني عصوت الرصاص، تركنا شبابك تركنا الدور، شلحنا أعمرنا كشفنا الصدور، تركنا شبابكنا تركنا الدور، شلحنا أعمرنا كشفنا الصدور. كل اللي عم نعمله، كل اللي